باباس لا حديثان حديثان ثبتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم على شفير قبر لم ينحت، رفع عودا مثل هذا. تخيلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقف مع أصحابه في مكان مثل هذا ويرفع عودا مثل هذا وينقش به الأرض ويرفع رأسه ولحيته على خده ويقول إخواني إخواني لمثل هذا اليوم فأعدت. رسول الله يوصيكم عند شفير قبر والحزن على محياه ظاهر ودموعه على مآقيه، يقول لي ولك ولصحبه ولأمته على مر العصور: إخواني إخواني لمثل هذا اليوم فأعدوا. هذه وصية نبوية، وصية محمدية لها اعتبار ولها دلالة. يكفي أن تنظر بطرفك إلى هنا وهناك وترى أناسا مثلك كان عندهم نفس أحلامك، نفس أمانيك، نفس برنامجك، وأعوذ بالله أن أقول نفس غفلتك، نفس غفلتك كانوا يحملونها. أو شباب بعضهم حملها، انظر إليهم، انظر انظر، هذا توفي 2019، هذا 2018، هذا توفي بالأمس، هذا توفي بالأمس، هذا الذي شقف على قبره كان يمشي بين الناس، له أحلام، له أماني. أما التسويفات فقد فتح بابها وهو يمضي في هذه الدنيا. انظر إلى ذاك الطفل، انظر إلى ذاك الصبي الذي لم يبلغ الحلم بعد، نفس الأحلام، نفس الأماني. لكل هؤلاء قال رسول الله وهو يمسك عودا ينقش به الأرض: إخواني لمثل هذا اليوم فأعدوا. أتدري ما الذي ستعده هنا؟ أتدري ما الذي ستعده هنا؟ أنت أخي الذي ستعده هنا عملك. وسبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. عملك هو شخصيتك، هو أنت. إن كنت يا أخي لا تستطيع أن تجلس مع نفسك، لا تخلو معها، تستوحش منها، لا تقدر على عزلة الناس، ستجلس معها هنا، هنا ستجلس مع نفسك، هنا ستخلو معها، هنا تكون عزلتك مع نفسك. ونفسك عملك، ونفسك خلواتك، ونفسك جلواتك. تسأل هنا من ربك؟ كلنا يقول في كلامنا العادي ربي الله، ربك هو الرقيب. فهل كنت ترقبه في معاصيك؟ إن كنت ترقبه تقول ربي الله. عملك هو الذي ينطق هنا العفو، إن كنت تعفو عن الناس هنا ينطق عملك الجبار الجبار القهار. إن كنت تقهر الناس ولا تستحضر قهر وجبروت من هو فوقك، هنا لن تقول ربي الله، هنا لن تقولها، هنا العمل الذي ينطق، هنا العمل الذي ينطق. انظر إلى شكلك، انظر إلى عملك، انظر إلى هندامك، انظر إلى حالتك، انظر إلى تعاملك. إن كان نبويا هنا تقول نبي محمد، هنا تقول رسول محمد. انظر إلى بيعك، انظر إلى شرائك، انظر إلى أبنائك، انظر إلى ولدك، انظر إلى حياتك، انظر إلى كل أعمالك. إن كنت تحكم وتحكم فيها دين الله تقول دين الإسلام. أما العمل الثاني فهو السعي الذي تتركه. آه يا أخي، آه لو تسمع الدعوة الثانية التي قالها رسول الله
إخواني اسألوا لأخيكم التثبيت فإنه اليوم يسأل. لو سألتم شيخنا فؤاد ونقبتم في داخله وقلتم له يا فؤاد وأنت على شفير قبر أمك ما الذي تتمناه الآن؟ يقول وددت أمياه وددت أمياه لو أني معك الآن أثبتك وددت أمياه وددت أمياه لو أني معك في قبرك عندما يأتي الملكان يسألانك أثبتك عند السؤال. آه عندما يفقد الرجل أمه آه عندما يفقد سنده آه عندما يفقد ظهره تدخل البيت الآن تقول أمي أمي عندما تأتي تقول لك ماذا تريد لبيك يا بني تقول لها لا أريد شيء إنما أريد أن أسمع صوتك إنما أريد أن أسمع صوتك يا أمه عندما تحرم من هذا الجواب ستعرف ما معنى أمي فلان خر على أم رأسه. الأم عندما تفقدها تفقد الحرمان تفقد الإحسان ويأتي الحرمان فسبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. حملته أمه وهنا على وهن وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. أمك حملتك واليوم تحملها إلى قبرك تدعو لها ترجو الله لها. أما أنت إن بقيت أمك على قيد الحياة فبالله أخطو خطوة صادقة واذهب تحت قدميها وقل لها أسأل الله أن لا يحرمني دعاءك يا أمه. أمك هي الجنة هي بابها هي بابها. لا تجعل عملا لا تجعل زوجة لا تجعل أبناء لا تجعل دنيا بأكملها تصدك عن بر أمك. أمك يا رجل التي قرن الله عبادته بذكرها. أمك يا رجل التي كان لا يهنأ لها بال ولا يقر لها قرار حتى تسمع صوتك وأنت المتعب المضنى الذي لعبت بك الدنيا تأتي إليها بعد أن تنتهي كل المشاغل عنك وتضع رأسك على فخذها وتنام. إنها وسادة أمك. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إخواني اسألوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل 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 عن كل كبيرة وصغيرة. لا تظنوا أن الأمر يترك سدى ويترك هباء. إنما اليوم الدور على أمنا وغدا قد يكون الدور علي أنا وعليك أنت وعليك أنت وأنت وأنت. ثم ماذا بعد ذلك؟ تأتي إلى ربك إلى الذي يعلم السر وأخفى. هو الذي يحاسبك هو الذي يدقق معك. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. رب يحاسب بالذرة ومثقال الذرة. وصدق من قال قبورنا تبنى ونحن ما تبنى. إلى متى إلى متى يستمر حالك هكذا؟ حال لا يرضي ربا ولا يرضي عبدا ولا يرضي أما ولا يرضي بنين. فيا ليتنا تبنى من قبل أن تبنى. أعظم لحظة أتركها في قلبك قبل أن أختم كلمتي هاته هي أمنا وأم حبيبنا. نسأل الله أن يرحمها نسأل الله أن يثبتها. عندما ننتهي وينتهي الحفارون وينتهي الداعون وينتهي الحديدون تنولي ظهرنا تنولي ظهرنا شئنا ما بينا تنولي ظهرنا
كل حبيب سيولي ظهره إلى حبيبه. ألا تكفيك هذه العظة؟ فنتركها لحالها. تلاقي ربا كريما، ربا رحيما، اللهم يا أرحم الراحمين، يا غياث المستغيثين، يا أمل الراجين، يا حبيب المخلصين، يا أمل المذنبين، اللهم توبة، اللهم توبة تمحو بها عنا ما كان في الزمان الأول. اللهم هداية تقيم بها عملنا وحياتنا وديننا. اللهم توبة يا رب العالمين، نصوحة لا نضل بعدها أبدا يا رباه. وأنت الذي سميت حركة السحاب بالرحمة التي تغشانا، نسألك يا ربنا أن تنزل شآبيب رحمتك على أمنا. آمين. وعلى كل الموتى. آمين. اللهم ارحمها برحمتك. آمين. واكلأها برعايتك. آمين. ثبت عند السؤال منطقها. آمين. ثبت عند السؤال منطقها. آمين. اللهم لا تبتلها في قبرها بما لا طاقة لها به. آمين. اللهم شفع فيها الدعاء. آمين. شفع فيها الصلاة. آمين. شفع فيها يا ربنا كل قدم ساقتها إلى متواها الأخير في الدنيا، وهناك متوى آخر في الآخرة. اللهم يا أرحم الراحمين، ارحم موتانا وموتى المسلمين أجمعين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين أجمعين. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن على وعدك وعهدك ما استطعت. نعوذ بك من شر ما صنعنا، وأبوء بنعمتك علي، وأبوء لك بذنبي، فاغفر لنا، فاغفر لنا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم ارحمنا برحمتك. اللهم ارحم موتى المسلمين. اللهم ارحم موتى المسلمين. اللهم أعنا على بر آبائنا. اللهم أعنا على بر آبائنا. اللهم أعنا على تربية أبنائنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا ومن فوقنا. اللهم يا أرحم الراحمين، أحسن ختامنا، أحسن ختامنا، واجعل آخر كلامنا من هذه الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قفوا دقيقة خصوا بها دعاء لأم أخيكم فؤاد، لعل الله يقبل منكم ذلك. بارك الله فيكم.